بشكر كل الناس افراد وشركات اللي ساهموا معانا، ومعايا دلوقتي على الهاتف بيقولوا لي الاستاذه نرمين شهاب رئيس التسويق والتنميه المجتمعيه بالبنك الاهلي. استاذه نرمين مساء الخير. اهلا يا فندم، مساء النور. ايه اخبار البنك الاهلي معانا؟ والله البنك الاهلي يعني موجود، و احنا السلوجن بتاعنا بنك اهل مصر، فاحنا طبعا موجودين معاكم مع اهل مصر. يعني بنك مصر مساهم ازاي في معانا ومع مصر الخير؟ لا، البنك الاهلي، بنك الاهلي معلش، بنك الاهلي مساهم ايوه. معانا بايه؟ واحد يعني. الحقيقه احنا البنك الاهلي مشارك من زمان جدا مع مصر الخير. مصر الخير تعتبر الذراع التنفيذي بتاعنا في الاعمال في التنميه المجتمعيه. احنا شغالين معاهم بقالنا كذا سنه، اشتغلنا معاهم في تطوير 17 قريه، في سداد ديون الغارمين، اتاحه فرص عمل للغارمين والغارمات، في الاغاثه، في تطوير مدارس، في الوحدات الصحيه، عملنا قوافل طبيه لذوي الاحتياجات الخاصه في محافظات مصر، وعملنا ورعايه اسرهم، عملنا قوافل طبيه، وعملنا قوافل بيطريه وتطوير الوحدات البيطريه، وكنا من اول البنوك، او كنا البنك الاول اللي دخل في الوحدات البيطريه للحفاظ على الثروه الحيوانيه في مصر. كنا اول بنك اتحرك لاغاثه الاسر المتضرره من السيول اللي هي الاخيره اللي قبل الكورونا، سواء بإعادة بناء البيوت أو بتوزيع مواد غذائية عليهم. كنا برضو من أول البنوك اللي اتحركنا في مكافحة الآثار المترتبة على فيروس كورونا والأعمال اليومية، وتكفلنا بحوالي 2000 أسرة. فيعني البنك الأهلي المصري دايما موجود، ودايما أول من يتحرك لإغاثة ومساعدة أهل. أنا عايزك تشكري لي الأستاذ هشام عكاشة، وتشكري لي كل مجلس اداره البنك الاهلي. ولعلمك البنك الاهلي ده يعني من اكبر الكيانات الاقتصاديه اللي احنا بنثق فيها، والفيزا بتاعتكم احلى فيزا في الدنيا، فيزا البنك الاهلي، وارخص فيزا ممكن حد يستعملها، مصروفاتها بسيطه جدا، ودايما انتم المخرج حتى بيقول لك ايوه فعلا تقريبا عنده فيزا من بتاعه البنك الاهلي. بشكرك ودايما معانا ودايما مع مصر كمان الخير. لانه انا احب اضيف حاجه كمان، احنا كنا البنك اللي اتحرك بسرعة عشان يبعت عربية ATM عشان القرية اللي هي اللي تم غلقها عشان الكورونا. فكنا البنك اللي اتحرك بسرعة عشان يبعت لهم عربية ATM عشان يقدروا يسحبوا مرتباتهم، ويتيح فرصة ان هم يكون معاهم فلوس متاحة يعني عشان احتياجاتهم. يعني ما كانش البنك الاهلي يتحرك، مين هيتحرك؟ انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. ودايما ممكن اضيف كلمه كمان، لان فضل. دايما الاستاذ هشام عكاشه دايما بيقولها، دايما بيشكر الزملاء في البنك من اصغر واحد لاكبر واحد، لان هم الحقيقه مجهودهم وتعبهم هو اللي بيخلينا نحقق النتائج دي، وهو ده اللي بيخلينا ان احنا نقدر نكون متواجدين ونساعد اهل مصر وننمي المجتمع بتاعنا. واحنا كمان بنشكر كل الناس في البنك الاهلي من الفروع الى رئيس مجلس الاداره. نشكرك، شكرا جزيلا يا فندم، شكرا جزيلا. طيب.